أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين قناة المنقذ العالمي في برنامج شهادة الله أحسن القصص. أنا أحد الأنصار المؤمنين بدعوة الدعوة اليمانية المباركة. في الحقيقة أنا يعني شاهدت رؤيتين كانت يعني سببا في ترسيخ إيماني في هذه الدعوة المباركة. الرؤية الأولى شفتها عندما كنت قد قرأت الدعاء الذي قدمه السيد أحمد الحسن. كان الدعاء يعني قراءة 40 يوم، فأنا قرأت 40 ليلة هذا الدعاء. بعد انتهاء 40 ليلة شفت أول رؤية. الرؤية الأولى كأني في مكان والسيد أحمد الحسن شفته مستلقي على سرير، فكنت مقبل على هذا السرير، شفت السيد أحمد الحسن في كل مواصفات اللي قرأتها بكتب الأنصار عندما وحسب الروايات المذكورة عن أهل البيت عليهم السلام. شفت السيد سلام الله عليه بمواصفاته الكاملة، فما كان من عندي إلا أن صليت على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين 3 مرات وبصوت عالي جدا. بعد ذلك انتهت الرؤية هذه. الرؤية الثانية أنا طلبت أن أرى، شفت يعني بالمواصفات السيد سلام الله عليه في خد الأيمن أثر. فمن شفت الرؤية الأولى ما شفت هذا الأثر، طلبت أن أشوف هذا الأثر في الخد الأيمن للسيد سلام الله عليه. ففي عالم الرؤيا شفت السيد سلام الله عليه كأنه نايم على سرير ومتغطي في غطاء. وقفت على رأسه وطلبت أن أشوف الأثر. فالسيد سلام الله عليه في بهاي اللحظة سحب الغطاء من على رأسه ودار خد الأيمن باتجاهي، فشفت الأثر بكامل مواصفاته. فصليت على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، ثم بعد ذلك السيد سلام الله عليه نهض من السرير ووقف مستقيم. فأني السيد سلام الله عليه طويل القامة، يعني أنا بكثير أقصر من عنده، حاولت أن يعني أحتضن السيد سلام الله عليه، شبقت إيدي على عنق السيد سلام الله عليه وتعلقت به، فقبلت من رقبته سلام الله عليه ونظر إلي في طرف عينه. فأنا سألته يا سيدي ويا مولاي، بعد أن سلمت عليه وتعلقت به سألت أن يجيبني هل أنا مقبول عند آل محمد وعند شخصيا السيد أحمد الحسن عليه السلام. فأشار إلي بابتسامة أنه نعم أنت مقبول عندنا. ففي هاي اللحظة أنا طبعا تملكني شعور عجيب، يعني فلا يستطيع الوصف أن يفي بالغراض. فالسيد سلام الله عليه بعد أن أنزلت من عناقه، يعني كان ينتظروا جمع من الأشخاص كأنه يمكن عندهم مهمة أو شيء من هذا القبيل، أشار لهم السيد سلام الله عليه ثم انصرف للجماعة اللي ينتظروه. فكانت هاي الرؤيتين اللي شفتها يعني رسخت إيماني أكثر بالدعوة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا.